ومشكلتنا أنه ما يتعاملون صدق مشكلة هذه بلاءنا يعني. يكذبون يلفون يدورون أكلات خاصة وكل ما مشبههم يجي بالورة بس كله كذب وعندهم ناس مستعدين للكذب وش يسوي الله يعين شاء الله يعني المشكلة أنت لما تقيدني بطبيعة الحال كإنسان حر كريم ما أقبل ما أقبل مو لأن ما حد يريد يتخلف عن زيارة أهله وأحبته ما حد يريد قطع العلاج قلت لك احنا من قبل كنا نروح بشكل طبيعي ما كان اي مشكلة هالإدارة الجديدة من جد من هذه مشاكل يعني وانا ما اعتقد فقط الإدارة الجديدة يمكن اوامر من فوق عندهم يعني اوامر بمعنى التقي على التضييق علينا بشكل عام هاي الحدود الان يعني صار نوع من التضييق واضح يعني التضييق علينا تماما يعني كنا هذا عشان بس يثبتون الو اهلا هلا وياك زين زيد نعم السكر اقول لك الاول ما كان عندي ارتفاع بهالدرجه واضح الان السكر كله مرتفع ما عندي يعني يوم يعني يوميا انا اخذ ابر تقريبا ثلاث مرات او مرتين في اليوم عشان اقدر احافظ على نوع من من من, من درجه السكر من قبل ما كان كان قبل بالرياضه والحركه امشي بس نتيجه تقطيع الادويه انا الشيء المهم الان يمكن سنه ما شفت اخصائيه ما شفت اخصائي مال السكر عشان يقدر لي بالضبط الادويه اللي اخذها وهذا مهم الانسان اللي عنده السكر على الاقل شو امراض الثانيه نفس الشيء فكلها بالطريقه الفيزيائيه مضاعفات لكل الامراض انا الان هاي التوترات اللي قاعد تصير لي كل مره لما نريد دواء يخلونا نتاخر شهر شهر شوي عشان يا الله بلاك يوقفوا ولا هاي كل ياثر يعني وهذا نفس الشيء السرطان هذا معروف انه عاده مرض سرطان ممكن احتمال ان يجيك مره ثانيه ما في يعني ما في قطع انه خلاص خلاص العلاج اللي هو المضاد اللي اتذكره اللي بديته في لندن اول اخذت ابره واحده هذا ما استمريت فيه في البحرين يمكن مره مرتين وبعدين خلاص توقف ولذلك ما في استبعاد كلي ولذلك احنا القرار ان كل ستة شهور انا اشوف اللي يشوفوا الفحص الفيت سكان عشان يقررون وضعي طبيعي او مو طبيعي الان مرت اكثر من سنه انا ما فحصت ايش دراك عن ما رجع وما رجع في كل الامور ترى كل الامور الصحيه اذا ما في متابعه دقيقه وما في انتظام بطبيعه الحال بتجي مضاعفات موجوده نحتاج نحتاج الدعاء وهذا طبعا احنا الدعاء ابو زهراء انا دائما ادعو ليل نهار افكر فيك وادعو الله يجزيك والله يسهل امورك ان شاء الله وتعرف ان هذه يعني هي حقوق اساسيه يعني غير قابله للتفاوض والراي والراي الاخر يعني ما المفروض هم يعني اصلا هذا شيء غير اخلاقي يعني هذا يعني يعني غير اخلاقي ان تحرم واحد من دوائه يعني او تحرمه من زياره اهله يعني او شيء او الكتب مثلا